بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي، وحلقة وسهرة خاصة جدا جدا جدا، سهرة مع واحد من نجوم النادي الأهلي. دايما بحس كده ان الحلقات اللي بنيجي نقدمها عن لعيبة في النادي الأهلي، وخاصة لما بيكونوا لعيبة أجانب، بتكون مميزة شوية، لأن قد إيه بنشوف عند اللعيبة الأجانب دي روح وحب وقدرات زي لعيبة النادي الأهلي الكبار. لعيبة كبيرة جدا عدت على النادي الأهلي على مدار تاريخه من اللعيبة الأجانب، سابت بصمة لازم كلنا بنتذكرها وبنشوفها. النجم اللي معايا النهاردة هو لاعب موهوب جدا، كبير جدا، بصمته كبيرة جدا جدا جدا. الفترة اللي قعدها مع النادي الأهلي مش فترة كبيرة، لكنها فترة كبيرة جدا في حب الناس ليه وتعامله مع جمهور الأهلي وإثبات ذاته، خوارق مهمة جدا داخل فريق النادي الأهلي. النجم اللي موجود معايا النهاردة واللي هتستمتعوا بحلقة خاصة جدا معاه هو جونيور أجاييه، نجم النادي الأهلي. مساء الخير يا جونيور، بتشرف ان انت معايا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي، وسعيد ان انا موجود معاك في حوار مميز جدا لكل جماهير مصر والنادي الأهلي. دي لحظة خاصة ليا وسعيدة بالنسبة لي ان اكون على قاعة النادي الأهلي، وان اقابل جماهير النادي اللي انا بلعب له. البداية، انت من اللعيبة المميزة جدا، مش كمان في لعبك بس، ولكن في ادائك وتحركاتك واخلاقك، عشان كده جماهير النادي الأهلي بتحبك جدا، وكأنك لعيب موجود بقالك فترة. وحتى الكلام كمان ان جونيور من ولاد النادي الأهلي، ايه العلاقة اللي بتربطك بينك وبين جماهير النادي الأهلي؟ في علاقة حب جميلة بيننا منذ بدايتي هنا مع النادي من سنتين، وحسيت ده أكتر وقت إصابتي، وحسيت قد إيه في مساندة من الجماهير ومن اللاعبين. على الفيسبوك وعلى الإنستجرام كان في رسائل مساندة كتير ليا، دي حاجة أنا قدرتها جدا وسعيد جدا بيها وسعيد بالشعور ده، وعمري ما كنت أحس بالمشاعر دي من غيرهم. يمكن الرسالة اللي محمل بها من جماهير النادي الأهلي، كل ما أقول لحد إحنا بقى رايحين لأجاييه هنصور مع أجاييه، يقول لي اسأله أهم حاجة إن شاء الله هيرجع إمتى ويكون سليم وإن شاء الله يرجع بالسلام. بداية أنا سعيد بمساندة الكل ليا، أنا كلاعب أيضا أتمنى أني أرجع في أسرع وقت، عشان طبعا بتمنى اني اكون موجود في الملعب واشارك مع زمايلي، واعتقد في خلال 3 شهور او يمكن اقل ارجع تاني للعب والعب تاني مع زمايلي. اكيد الجماهير عايزه تعرف في التشخيص منك عن نوع الاصابه بالظبط، رغم انه ذكر في تقارير طبيه قبل كده، وكمان الفتره او التاهيل البدني اللي بتعمله عشان ترجع، وهل هتسافر بره مصر ولا كله هيكون جوه مصر؟ عندي مشكله في رباط الركبه، لما طبيب الفريق بعت تقرير لالمانيا قالوا ان احنا مش محتاجين ان احنا نسافر، ممكن اخف هنا وممكن اعمل استشفاء في مصر. وطبعا انا بثق جدا في راي دكتور الفريق، وده صديق ليا وصديق لكل اللاعبين، وطبعا حكايه بنكسب وقت ان مفيش عمليه، فبقدر ارجع اسرع والاستشفاء يكون اسرع. شايف ان عندك ثقه كبيره جدا في لعيبه كتيره، ممكن لما تقول لها انت هتتاهل في مصر ومفيش مشكله يقلق شويه، يقول لك لا انا عايز اسافر بره، عايز اروح المانيا، عايز اروح اسبانيا، عايز اعمل علاج بره. لكن انا شايف عندك حاله من الرضا والثقه في الجهاز الطبي للنادي الاهلي، واثق ان التاهيل ده ان شاء الله اللي هيرجعك بسرعه. طبعا انا بقدر قرار مجلس اداره وطبيب الفريق، طبعا الراجل عارف انا حالتي شكلها ايه، وقبل حتى ما كان دايما بينصحني وبيكلمني، وحتى بعد الاصابه انا حاسس ان هو دلوقتي موجود معايا بيديني نصايح، كل حاجه بعملها دلوقتي بيكون تحت اشرافه. لو قال لي اسافر كنت هسافر، لما يقول لي اقعد هقعد،
وأنا واثق إن كان في احتياج إن أنا أسافر برا. النادي ما كانش ممكن يتأخر أبدا سواء ألمانيا أو أي بلد تانية عشان يهمهم إني أرجع في أحسن حالة. لأن أنا عارف إن أنا لاعب أساسي في الفريق وأكيد بيتمنوني أفضل حالة، مش هيتأخروا عني في أي حاجة. زي ما قلت لك الكل بيعتبرك ابن من أبناء النادي الأهلي وليك معاملة خاصة زي كل لعيبة النادي الأهلي، بس ده اللي كنت عايز أسمعه منك. أنا عارف ده كويس علشان دلوقتي محدش بيتعامل معايا على إني أجنبي، بيعاملوني على إني واحد من ولاد البلد. حتى في الشوارع لما بقابل ناس بيجي يقولوا لي هو أنت إيه أجنبي؟ معقول؟ أنا حاسس إنك مصري، كأنك من أسوان أو من حد من عندنا من البلد، من بلاد مصر يعني. وبحاول أتكلم معهم أنا كمان بدوري بالعربي كم كلمة اللي حافظهم. الفترة اللي فاتت كان حالفني التوفيق فترة وكان مستواي عالي بسرعة، ده بسبب مساندة زمايلي والجماهير ليا. طبعا لما يكون الجمهور واللاعبين بيساندوك بتقدر تدي كل اللي عندك في الملعب وتحقق نتائج كويسة وتبذل كل مجهودك عشان خاطر الفريق اللي انت بتلعب له. مش عايز أفكر، لكن احنا شفنا ان الاصابة كانت قوية جدا، ولكن الكاميرا لما جت عليك شفناك متماسك، شفناك هادي. اول حاجة حصلت لي لما حصل لي اصابة وانا في الملعب، في الاول ما كنتش عارف انها اصابة خطيرة. لما الدكتور نزل الملعب ولقى ان ركبتي اتحركت مكانها رجعها في الحال، وسألت الدكتور وقلت له أتمنى ما يكونش في كسر في العظم أو حاجة خطيرة. قال لي ما تقلقش يا جونيور. وقتها هو هداني وخلاني أبقى هادي وبقاش قلقان. وأول ما خرجت من الملعب بدأنا نعمل الفحوصات، وبعت وشاف الرأي إيه في الوضع، وضع ركبتي، وعرفت الحالة والإصابة إيه بالظبط. بس طبعا الحمد لله أنا برضو محظوظ، كان ممكن الإصابة تبقى أخطر من كده. مين أول واحد اتصل بيك واطمأن عليك في الإصابة من أسرتك أو من أصحابك المقربين بعيد عن اللعيبة اللي معاك في الملعب؟ بالتأكيد أول حاجة جات لي مكالمة من زوجتي ومن أهلي في نيجيريا كانوا بيتفرجوا على الماتش. طبعا أنا كنت سايب التليفون في أوضتي في الفندق وأنا كنت بلعب، رجعت لقيتهم كانوا هيتجننوا، مكالمات كتيرة جدا منهم من أسرتي ومن أمي ومن أصدقائي. قلت لهم معايش التليفون كان في الفندق وأنا كنت في الملعب، كانوا عايزين يطمنوا. في اللحظة دي أنا حسيت قد إيه أنا محبوب من اللي حواليا وقد إيه اللي حواليا خايفين عليا، ودي أحلى حاجة ممكن يشعر بيها لاعب كرة القدم. وطبعا لاعب كرة القدم لازم يبقى قوي، لازم يرجع أفضل مما كان. قلت لوالدتك إيه وقلت لزوجتك إيه تحديدا في التليفون؟ أنا قلت لوالدتي ده قدر، ما تخافيش، ده جزء من اللعبة، ده جزء من متاعب المهنة. وقلت لمراتي ما تقلقيش، هحاول ارجع بسرعه وحاول اقعد فتره قليله وارجع بسرعه. طبعا هي ست، واي ست بتبقى خايفه اكتر من زي الرجاله. احنا عندنا يعني عندنا قوه، بنتحمل الصدمات اكتر، بتحمل المشاكل اكتر. الام يمكن مرت عليكم مواقف كتير جدا صعبه في كره القدم، ايه الموقف الصعب اللي مر عليك ووالدتك سندتك فيه قبل الموقف ده؟ طبعا في الاول كان دايما بتساندني، لو اتصبت قبل ما اروح اي مباراه بكلمها بقول لها انا رايح الماتش دلوقتي ادعي لي. بتقولي انا بصلي بعد يا ربنا ليك. طبعا دلوقتي انا مصاب وماسك عكاز في ايديا، فطبعا اكيد هي بتعيط، حاسه ان رجليها مكسوره او حاجه. انا بطمنها بقول لها ما تخافيش، الموضوع مش خطير قوي، الاصابه مش كبيره، وبحاول ارجع بسرعه. اكتر دعوه بتحب تسمعها من والدتك قبل ما تلعب، بتحس ان هي لو دعت لك الدعوه دي هتكون موفق في المباراه،
تحب تسمع منها دعوه ايه؟ Every time I tell her, she always tell me okay injury free and success to me. هي دايما في كل مره سواء بتصاب او ما تصابش هي بتصلي ليا وبتدعي لي ان العب كويس. سواء بلعب كويس في المباراه او بلعب وحش بتصل بيها وبتقول لي معلش ما تقلقش كرة القدم كده واشكر ربنا على النعمة اللي انت فيها. اشكر ربنا عشان الماتش اللي بعد كده تأدي افضل. دايما بتديني الاحساس الجميل ده والشجاعة دي. طبعا اكيد احنا كمان بنشكر ربنا الحمد لله الاصابة جت على هذا القدر. في وسط المشهد ده بقى شفنا لقطة مضيئة جدا جدا للعيب جديد في النادي الاهلي كلوبالي اللي جه شالك وانت مصاب ودخل بيك الاسانسير وتحرك بيك. اللقطه دي على السوشيال ميديا وعند جماهير الاهلي عملت صدى كبير جدا جدا. كلوبالي كان لسه لعيب جديد في النادي الاهلي ولكن البعض اعتبروا انه لعيب قديم برضه ومن خوفهم عليك ومحبتك كمان حبوا كلوبالي قوي ان هو عمل معاك كده. Yes, you know we before the game we were like طبعا انا عارف ان قبل مباراة بخمس ايام احنا قاعدين مع بعض في غرفة واحدة كنا مقتسمين الغرفة في الفندق هو زميلي في الاوضة وزميلي في الملعب وعلاقتي بيه كويسة جدا. سليف كوليبالي هو عنده روح كويسة حتى في الملعب. بعد ما اتصبت في الملعب لعيبة كتير جم سندوني مش بس كوليبالي. انا فاكر كويس جدا في العشاء في الفندق وليد سليمان والسولية جابوا لي الاكل لغاية اوضتي. حتى في الفطار سعد سمير جاب لي الفطار لغاية الاوضة عندي فوق عشان احتاجت اكل ما احتاجش انزل لغاية المطعم تحت وانا تعبان. كان بيشيلوني ويسندوني ودخلين الاوضة مع بعض ويضحكوا معايا وحلو يحذروا معايا عشان اطلع من الحالة النفسية الوحشة اللي كنت فيها بعد الاصابة. طبعا حاجة زي كده بتقوي الواحد وبتحسسه ان في مساندة ليه. علي معلول وكل لاعبيه التانيين زمايلي في الملعب وانا في القاهرة كان دايما معايا ازارو طول الوقت. كل اللعيبة بصراحة بيحاولوا يسندوني وبتمنى لهم حظ سعيد. في وسط كل ده في افريقيا ورجعتوا تلعبوا في الدوري. شايف موقف الاهلي افريقيا ازاي بعد مباراتين اديتهم بنجاح جدا مع مستر كارتيرو في بطولة الدوري؟ حب ابدأ بالدوري لان اللاعبين كلها بتتكلم بتقول السيادي الدوري هيبقى صعب اصعب من اي موسم تاني. في اندية تانية جابت لعيبة كويسة بس الكل عارف الاهلي ايه. طبعا احنا كلنا مؤمنين بامكانيات النادي الاهلي وعارفين دايما الاهلي هو المرشح الاول للفوز باي بطولة اي بطولة يدخلها. اتمنى نطلع كل طاقتنا عشان نحقق افضل نتائج في الدوري السيادي وانا عندي ايمان كبير بامكانيات اللعيبة وعارف ان ممكن يحققوا افضل نتائج. اما بالنسبة لبطولة افريقيا في طبعا منافسات قوية مع فرق كتير زي مازيمبي من الكونغو والترجي من تونس والوداد المغربي. احنا فرقتنا يعني قوامها جديد واعتقد احنا المفروض نحافظ على فرصنا وندافع عنها ونحافظ على اسم النادي ونحقق افضل النتائج. ولسه الكرة ودي تسديدة ارضية وفرصة كبيرة وجول جول 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 اجايه اجايه. النصر النيجيري يعرف من اين توكل الكتف. لعب من لمسة واحدة على طول اجايه بيعمل فنتات وبيغير اتجاهات. يا ولد على الهات وخد ودي كرة حلوة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله 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 على الجون التاني. احلى كلام واحلى انغام واحلى جمل. اول مباراتين في افريقيا كان في سوء حظ كده في المباراتين ولكن بعد كده رجع الاهلي بشكل كبير جدا. تتوقع ايه في اللي جاي للنادي الاهلي؟ ان شاء الله النادي الاهلي قادر نتخطى على دور المجموعات. Yes, the two games were not so good. أول مباراتين كان فعلا الأداء مش كويس والنتائج ما كانتش مرضية. لكن الماتشين اللي بعد كده لعبنا كويس وبينا الكورة بتاعتنا. السنة اللي فاتت كان المفروض نكسب البطولة. يعني ما كناش قريبين من المنافسة بس قربنا من المنافسة ووصلنا للنهائي. السنة دي أنا مش عارف بصراحة الماتشات الجاية ممكن إيه اللي نزوده أو ممكن نطلعه علشان نحقق أفضل نتيجة عندنا. بس كل طموحنا إن إحنا نكسب
ولعبنا قبل كده وحققنا عندنا خبرة إفريقية, وإن شاء الله سيدي بخبرتنا ممكن نعمل نتائج كويسة. أجاي الوضع اتغير, الأول كنت بتتابع المباراة وبتقاتل داخل الملعب, ولكن مع بداية الدوري مثلا أنت شفت مباراة النادي الأهلي سواء كان مع الإسماعيلي أو مع المصري من التلفزيون, وأعتقد أن دي صعبة عليك, لكن اشرح لي إزاي شفت الماتشين ورأيك. أول مباراة أنك تلعب قدام فرقة كبيرة زي فرقة النادي الإسماعيلي, طبعا دي مباراة مهمة في الدوري, حتى لو تعادلت وضيعت نقطتين منك ممكن تعوض في الماتشات الجاية لأن دي فرقة كبيرة. أنا بعيد عن النتيجة, أنا كنت سعيد بأداء فرقتي عشان بيلعبوا كرة كويسة. الأداء كان قوي وده حاجة مهمة, وأنا سعيد بأداء اللعيبة في الماتش. وقبل مباراة المصري أنا اتكلمت مع اللعيبة وقلتهم لازم نكسب المباراة دي. المباراة اللي حكسبنا فيها المصري احنا كنا سعدة جدا لأن لعبنا كويس جدا, وأعتقد دي بداية جديدة نتائج إيجابية في الدوري. طبعا أنت عارف أن جماهير النادي الأهلي ما بترضاش غير بالرقم واحد أو البطولة دايما, ودايما بيحسوا لعبتهم على كده. الدوري زي ما انت قلت في ناس كتير بتتكلم ومحللين ولاعبين على ان الدوري السنه دي صعب في فرقه مدعمه, ولكن يبقى الاهلي هو الاهلي. شايف المنافسه ازاي على البطوله السنه دي؟ يس اي نو اي نو طبعا انا اعلم جيدا, انا عارف كويس ان الدوري السنه دي قوي. كل سنه الدوري بيبقى قوي وصعب, لكن دايما بندي افضل ما عندنا عشان نحقق افضل نتائج. أنا فاكر أول موسم ليا مع النادي كان موقف النادي صعب جدا, وكان مباراة صعبة مع المقصة. السنة دي برضو زي المقصة في أندية تانية, إحنا مش فارق معنا مين فرقة قوية مين فرقة بتنافس أو بتنافس, إحنا مركزين تماما بنبص لنفسنا بس, والمدرب مركز معنا كويس, وأعتقد مع جهاز فني كويس زي الموجود دلوقتي ممكن نحقق نتائج كويسة. فرق كتيرة بنحس لما المدير الفني أو الجهاز الفني بيتغير بيحصل حالة من عدم الاتزان في الفريق, لكن الأهلي فرقة كبيرة, فرقة قوامها معروف, وبالتالي مع جهاز فني جديد لقينا الأداء مستمر أفضل وماشي كويس. ده معناه أن في قوام مهم جدا ومحترم, لكن الجهاز الفني الجديد مستر كارترون مستر وكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز, أول البداية معهم قالوا إيه واتكلموا مع اللعيبه ازاي, وانت شفت ان الناس دي بتفكر للمستقبل مع الاهلي ازاي؟ I think the new coaching crew have been so encouraging. Yes, you know, because طبعا الجهاز الفني شجعونا واتكلموا معانا وحاولوا يحفزونا. هم بيحاولوا يبقى في توازن فني في الملعب, وبيحاولوا يدوا أهمية لكل لعيب, وكل لعيب ليه دور في الفريق سواء بيلعب أو ما بيلعبش. بيحاول يدمج العناصر كلها, كل مجموعة اللاعبين, ويطلع أفضل تشكيلة تمثل النادي الأهلي في مباريات. طبعا بتلعب مع مدرب جديد لازم تبذل كل اللي عندك عشان تبين له إمكانياتك, وأعتقد إن هو بيشتغل معنا كويس جدا, وأعتقد إن مع الوقت الأداء هيتحسن أفضل. هو بيحاول يطلع كل اللي عندنا وبيشغلنا كويس. طبعا الموضوع محتاج شوية وقت, لكن في الآخر هنوصل للأداء اللي احنا عايزينه ونبقى فرقة قوية ممكن تنافس في كل البطولات. أكيد أجاي في البداية الجهاز الفني الجديد قاعد معاك وبتكلم, لكن بيبقى في كلام لكل لعيب على حدة كده, هل مستر كارترون او كابتن محمد يوسف قعدوا اتكلموا معاك في حاجات بشكل معين مع بدايه الموسم؟ يس وانا فور مي اني از انديفيديوال فعلا اتكلموا معايا بشكل فردي. قعدوا يتكلموا معايا وقعدوا يقولوا طبعا ليا دور كبير في الفريق, وان قد ايه الجهاز الفني بيدي اهتمام لكل لعيب, وحمسني وقال لي عايزك تطلع كل اللي عندك وعايز تحقق معانا القاب وبطولات. لما وصل مستر كارترون خلاني اشعر فعلا زي اي لعيب تاني في الملعب أو في الفريق إن لينا دور
ان مفيش حد لعيب اهم من التاني, كلنا لعيبه مهمه. كارتي رون مهم, بيقعد معانا وبيجتمع معانا بشكل شخصي وبيكلمنا وبيدي قيمه للاعب وبيخليك عايز تشتغل وتطلع كل اللي عندك وتطلع افضل اداء عندك. اكتر حاجه كان حريص مستر كارتي رون عليها انه ينبهك عليها او ربما يغير من ادائك في الملعب, هل نصحك بحاجه معينه ولا كان الكلام كله في المجمل على الشكل الخططي للفريق؟ في الاول طبعا ده مدرب جديد بيتفرج على الفيديوهات الماتشات القديمه, قال لي انا شفتك لعبت السنه اللي فاتت في اكتر من مركز في الملعب, وقال لي اعتقد ده هيبقى مكانك الافضل في الملعب. أنا قلت له أنا موافق وأي مركز هتلعبني فيه حد يكون اللي أقدر أدي, حتى وقفتني حارس مرمى أنا ما عنديش مشكلة خالص, المهم مصلحة النادي. لما روحنا معسكر في كرواتيا لعبنا ماتشات بطريقة لعبة مختلفة وكان بيوظفني بأماكن مختلفة في الملعب عشان يشوفني أدائي إيه, وأنا حاولت أدي كل اللي عندي في كل مركز ألعب فيه. رائع جدا انك تفتح المجال مع المدير الفني والجهاز الفني انك تلعب في اي مكان هم شايفينه, مش بتحط نفسك في مكانة معينة, لكن اكيد في بوزيشن او مركز معين في الملعب انت بتحب تشارك وتلعب فيه. انا يعني بجاوب دايما على السؤال ده, دايما بقول يعني بتسأل السؤال ده بقول دايما انا بدأت كراس حربة وأنا ممكن ألعب في أكتر مركز زي ما قلت لك, لكن مكاني اللي بفضله ما أقدرش أقول أنا بلعب في مركز ده أكتر من مركز ده, كل واحد بيلعب في أي مركز بيدي كل اللي عنده. أنا لما أرجع ألعب رأس حربة زي ما كنت بلعب حد كل اللي عندي. لو لعبت في وسط الملعب حد كل اللي عندي, كراس حربة حاول أكون في مستوى أزارو, كوسط ملعب حاول زي لعبت وسط ملعب عندنا متميزين. أنا هحترم التعليمات الفنية وأي مركز هلعب فيه حاضر أدي فيه وحاول أعمل واجباتي الفنية فيه. في لعيبة تانية احتياطي ليا في كل مركز, وأنا زي ما في لعيبة تانية أنا برضو بحاول أكون موجود في أي مركز وحاول أدي كل اللي عندي. سعيد بقى دي إجابة محترفة جدا, لأنك أنت بتعلي رؤية الجهاز الفني, وأنا مش هلح عليك أو أعرف أنت بتحب تلعب فين أو نفسك تلعب فين, لكن أكيد جواك بتحس أن أنت لو لعبت سترايكر صحيح أو مهاجم صريح أنت شايف نفسك إيه, أو لو لعبت شادو سترايكر أو لعبت تحت رؤوس الحربة أنت شايف إمكانتك إيه, أو في نص الملعب. لكن في النهاية أنت حسمت الإجابة بأن المدير الفني اللي عايزه هو الأفضل, وأعتقد أن دي أفضل إجابة وإجابة احترافية جدا. طيب تحب أقول لك على أفضل مركز بحب ألعب فيه؟ بصراحة أنا بلعب في أكتر مركز بتلخبط, بنسى أفضل مركز كنت بلعب فيه لأن كل مركز اديت كل اللي عندي فيه. بعض المدربين يقولوا أفضل أنك تلعب في المركز ده أو المركز ده, في ناس حابين يحطوني رأس حربة, ناس يفضلوا يحطوني في وسط الملعب. لو جه مدرب قال لي عايز تلعب رأس حربة أو صانع ألعاب أو تلعب على الأطراف أنا بحترم ده طبعا. في المباراة ساعات بيحصل تعديل خططي فبلعب وينج ليفت أو بلعب مهاجم ظل أو بلعب في أي مركز رأس حربة أو تحت رأس حربة, أنا بحترم أي مركز بلعب فيه وبدي فيه كل اللي عندي. طبعا كلام مهم, لكن في خلال مسيرتك هل لعبت في مركز صعب عليك شوية أو في مركز غريب شوية؟ يمكن من البداية اللي هو في نيجيريا صفاقسي تونس المنتخب النيجيري, يعني في هل مركز بقى لعبته كان غريب عليك شوية؟ مع منتخب نيجيريا لعبت كل المباريات على اني راس حربة, كانوا بيلعبوني كمهاجم صريح في منتخب نيجيريا, وبدأت هنا ماتشاتي مع الاهلي كمهاجم صريح برضو. مع المنتخب النيجيري لعبت 15 مباراة حرصت 10 اهداف. بالضبط ده صحيح. في مباريات تانية كنت بلعب وينج ليفت كنت بستريح برضو كويس وبدي كويس فيها. لما بتلعب تحت رؤوس الحربة او بتلعب رأس حربة, رأس الحربة الصريح اللي بيروح يجيب هدف
بيسعد الجماهير اكتر. لما بتيجي بتلعب تحت راس الحربة بتبقى رايح بشبه انفراد او رايح بهدف مؤكد. هل لو الهدف مؤكد 100% يعني هتصوب نحو المرمى مباشره، ولا ممكن يبقى الاسترايكر اللي جنبك هتخدم عليه وتلعبه وانت واحد، ولا في الحاله دي بتبقى الامور صعبه شويه عشان سعاده الجماهير شويه؟ انا طبعا بحب ادي تمريرات لزمايلي اسيست يجيبوا جوان، لكن بلعب يعني مهاجم ظل او مهاجم تاني بدي لزمايلي عشان يسجلوا. المهم انا اجيب جون او ادي زميلي يجيب جون، المهم الفرقه في الاخر هي بتحرز الهدف. انا لو لقيتك في وضع افضل هديك تجيب الكوره هتجيب جون يعني هبصيلك، لكن انا لو انا وضعي افضل انا اللي هسجل. المهم مصلحه النادي في الاخر، مصلحه الفريق. انا اجيب جون او غيري يجيب جون مش مهم، انا ممكن انا اسجل الجون والفرقه تخسر، مش هكون سعيد اكيد. افضل ان انا اباصي لزمايلي واجيب اجوان مؤكده وان احنا هنكسب. السنه اللي فاتت الموسم اللي فات اديت عملت اسيست واديت تمريرات لزمايلي جابوا اجوان اكتر ما انا احرزت اجوان. فانا في العادي انا بدي زمايلي يجيبوا اجوان اكتر ما انا بحرز انا الاجوان. بس لما بلاقي نفسي في الماتش في مباراه في وضع يسمح لي اجيب جون مؤكد بحرز طبعا بسجل. المهم في الاخر لازم يصب كله في مصلحه الفريق ولازم نكسب. يعني انا دوري في الملعب ان اعمل اسيست وادي زمايلي تمريرات كويسه، لو انا جالي فرصه ان بسجل بسجل. عايز اقول لك ان عقليتك دي واصله لجماهير النادي الاهلي وشايفه ده فيك، وشايفين انك انت اكتر بتلعب اسيست وبتساعد لعيبه الفريق اكتر، ده واضح جدا. يعني حتى لما انت بتقول ده الجماهير مصدقاك جدا لان شايفه ده في ادائك. لكن اكتر اسيست انت عملته شفت ان هو يعني كان صعب وعجبك قوي، واكتر هدف احرزته مع النادي الاهلي انت شايفه برضو انه الافضل حتى الان. افضل اسيست عملته وافضل تمريره اديتها لحد من زمايلي وجاب جون، انا هختار اتنين. الاتنين بالنسبه لي كانوا رائعين، لما بفتكرهم ببقى سعيد وببقى مبسوط. والاتنين كانوا اسيست لعيب واحد. في مباراة الاتحاد السنه اللي فاتت اديت عملت اسيست لعبد الله السعيد، وفي ماتش المقاولين بيترو سبورت ملعب بيترو سبورت اديت برضو اسيست تاني برضو لعبد الله السعيد، والاثنين كانوا صعبين جدا وجاب منهم اجوان وانا كنت سعيد، يعني كنت فخور بيهم بصراحه. يعني انا يعني اديت مجهود كبير عشان اعرف اعمل الاسيست ده وطلع كويس في الاخر وهو جاب جون. اما افضل جون انا احرزته طبعا هو الهدف اللي انا احرزته في الزمالك، كنت لسه جاي جديد واول جون جبته يعني في الزمالك اكيد ما بيتنسيش بالنسبه لي. مباراه الاهلي مع الزمالك بتبقى مختلفه لان الاهلي والزمالك طبعا في فرق كبيره جماهيريه وليها شعبيه، لكن تبقى شعبيه الاهلي والزمالك شعبيه كبيره جدا. مباراه الاهلي والزمالك وخاصه بيبقى ليها استعدادات عندك خاصه لما بتلعب المباراه دي، ولا زيها زي اي مباراه؟ يو نو بيفور When I arrived at the club. تعرف يعني انا اول ما وصلت النادي وقلت هلعب في النادي الاهلي وانا من نيجيريا، انا حتى طبعا عارف انا هلعب في النادي الاهلي يعني في نادي زمالك، وفي نيجيريا عارفين ان قطبي الكوره في مصر الاهلي والزمالك، وطبعا المباريات الكبيره زي الاهلي والزمالك والمباريات الكبيره في الدوري بتعمل لعيبه كبيره. لما بلعب ماتش ديربي زي الاهلي والزمالك بحاول اطلع كل اللي عندي وبحط افرض شخصيتي في الملعب واحاول ابين امكانياتي واحاول طبعا اكون هادي وما اكونش متعصب واطلع كل اللي عندي. انا بلعب قدام الزمالك طبعا لو انفعلت ممكن اخد كارت احمر ولا حاجه واطرد، بحاول اكون هادي وما اتعصبش واركز في المباراه، وبحاول العب نفس الاداء اللي بلعبه في المباريات العاديه. أكيد بالحديث عن نادي الزمالك في كلام كتير، لأن الحديث والتقارير كانت بتقول إنك جاي الزمالك من الصفاقسي قبل ما تلعب للنادي الأهلي وبعدها جيت على النادي الأهلي، هعرف منك التفاصيل بالكامل، ولكن نطلع فاصل وبعدها نرجع نتواصل والحوار مع أجيه ممتع ولسه في كواليس وأسرار هتسمعوها لأول مرة. أهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي، ولسه مكملين مع حوار ممتع جدا، لان اجاييه الصوره اللي واصله لكم شايفينها على ارض الواقع بطريقته بكلامه باحترامه باخلاقه العاليه جدا، وبعدين اجاباته كلها طبيعيه وطالعه من قلبه. قبل الفاصل كنا بنتكلم زي ما اتكلمنا عن مباراه الزمالك انها بتبقى ليها استعداد خاص، اتكلمنا على انه جاله عرض من
الزمالك وهو موجود في الصفاقسي قبل ما يجي على النادي الاهلي. أجاي يمكن جالك عرض من نادي الزمالك وكان ليك متابعة جدا عند جماهير مصر كلها، على اعتقاد ان انت في البداية كنت ممكن تيجي الزمالك ولكن بعد كده جيت على النادي الاهلي. Yes, I was in the national team, the Olympics, I remember. فعلا انا كنت في المنتخب الاولمبي لنيجيريا. I am having an offer from two Egyptian team and when they وقالوا لي ان جالك عرض من ناديين مصريين. كان الزمالك والاهلي وطبعا فضلت اروح الاهلي لان من وانا صغير بتابع الاهلي والمغرمين بلعب الاهلي وكنت بتابع النادي الاهلي ومنتخب مصر وكنت عارف ان معظم لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي فانا قلت هو ده النادي اللي انا هختاره من الاول خالص لو هلعب في مصر هلعب في الاهلي لان ما كانش ممكن بالنسبه لي العب في نادي تاني في مصر غير الاهلي. كان الاختيار سهل بالنسبه لي بين الاهلي او اي نادي تاني. طبعا ما فيش كلام لان ده اكبر نادي في مصر. يعني التفكير ما خدش معاك وقت، كنت حاسم رغبتك طالما في اكتر من نادي لكن رجحت كفه النادي الاهلي. طبعا انا اخترت على الفور، ما فكرتش، ما كانش موقف صعب بالنسبه لي ولا اختيار صعب، ما كانش قرار صعب بالنسبه لي ان اختار الاهلي طبعا. حتى لو النادي الاهلي ساعات ما بيحققش نتائج كويسه ده اكبر نادي في مصر وفي افريقيا واي لاعب يتمنى يلعب له، وشرف ليا ان البس فريق النادي الاهلي. كانت امنيه وحلم انك تلعب للنادي الاهلي في يوم من الايام؟ يس بالفعل كان نفسي العب الاهلي من وانا صغير والحمد لله ان قدرت احققه. لما تلعب لنادي زي الاهلي بيبقى صعب تلعب في اي نادي تاني في افريقيا، لازم تفكر بعد كده تطلع اوروبا، صعب تلعب لاي نادي بعد ما تلعب الاهلي في افريقيا، تطلع ممكن بعد كده لريال مدريد او برشلونه. امتى حسيت انك بتحب الاهلي او شفت الاهلي ازاي؟ او مين من اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي وخلتك تبص على النادي الاهلي كده وتقول ان ده النادي اللي بتمنى العب فيه؟ لما كنت صغير كنت بتفرج على الاهلي، بتفرج على كابتن عماد متعب وعلى ابو تريكه، بتفرج على كابتن حسام غالي كمان. بس طبعا كنت بحب قوي كابتن ابو تريكه لانه لعيب رائع، واي واحد في العالم بيعرف ابو تريكه كويس، ده واحد من اشهر اللاعبين في العالم، وكان شرف ليا اني العب في النادي اللي كان بيلعب فيه ابو تريكه قبل كده. ده واحده من افضل لحظاتي اني العب في النادي الاهلي. يمكن جيت شفت حسام غالي، شفت عماد متعب، قلت لهم ولا ده كان جواك بس؟ بالتاكيد قلت لهم طبعا، ما قدرتش اخبي مشاعري ناحيتهم. لما شفت كابتن متعب في اوضه اللبس قلت له ياه، انا مش مصدق ان انا قاعد معاك في نفس الاوضه وبنلبس مع بعض في نفس الاوضه قبل الماتش، كنت بتفرج عليك في الاهلي في المنتخب الوطني، كان حلم ليا العب معاك. وطبعا دي اكبر هديه بالنسبه لي ان احنا نلعب مع بعض يا كابتن عماد. وقال لي طب انا عايز تدي كل اللي عندك، قال ان شاء الله هدي كل اللي عندي النادي الاهلي. محمد ابو تريكه يمكن ما شفتوش، هل قابلته في مكان؟ هل اتكلمت معاه قبل كده؟ لا للاسف ما قابلتوش بشكل شخصي. كنت اتمنى اني اقابله بشكل شخصي، لان لو كنت قابلته كنت هقول له، كنت هعرفه قد ايه ان هو واحد من افضل الناس بالنسبه لي. هو ده اللي انا عايز اقوله لك، هو اكيد بيتفرج علينا دلوقتي فممكن كانه قاعد معاك، هتقول له ايه؟ التونسي محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي الاهلي والمايسترو محمد ابو تريكه بكل تاكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي. If I get to see him as a person, I will not hide my feelings. لا نفسي اقابله حتى وكده يعني على السريع، حتى هقول له مش هخبي مشاعري ساعتها، وهقول له
قد ايه انا بقدرك. حتى امبارح كنت قاعد بتكلم مع زمايلي عنه، كنا عندنا مناقشه على ابو تريكه مع لعيبتي، وكنت بتفرج في ماتش في قناه النادي الاهلي، وكان في مباراه بيلعب فيها ابو تريكه. قلت لهم يا انتوا قابلتوه؟ انا ما قابلتوش للاسف. لو قابلتوه فخليكم تصوروا معاه وهاتوا لي صوره. ده معظم ماتشات الاهلي السابقه كان هو احد افضل اللاعبين فيها. طبعا نجوم النادي الاهلي على كل العصور، ولعيبه النادي الاهلي كلها نجوم على مر العصور، واكيد انت بقيت نجم من نجوم النادي الاهلي اللي الناشئين الصغارين في افريقيا في مصر نفسهم يشوفوك كويس في النادي الاهلي، ونفسهم برضو يجوا يلعبوا في النادي الاهلي ويقعدوا يتكلموا معاك، لان انت النهارده بقيت لعيب كبير في النادي الاهلي ولعيب مؤثر. طبعا انا عارف، بالنسبه لي اكيد زي ما اعجبت في يوم ايام بحد، اكيد في حد في يوم ايام هيعجب بيا. ده قانون الحياه. طبعا لازم يكون لنا مثل اعلى نحاول نوصل ونقلده، زي ما كان نفسي اقابل كابتن ابو تريكه. اكيد في ناس صغيرين نفسهم يقابلوني، وطبعا حاجه زي كده دي بتبقى ده حاجه شرعيه في كره القدم، لان الناس كلها بتتفرج عليك كره القدم، واللي بتعمله بتبقى قدوه للاعبين تانيين خصوصا الصغيرين، فبتحاول تدي كل اللي عندك عشان تدي نموذج كويس. اكيد في نماذج كتيره جدا كويسه، واجابتك كانت بالنسبه لي فيها انواع من المفاجاه واختيارك للنادي الاهلي، لكن في اخر اجابتك كده قلت بعد ما تلعب للنادي الاهلي هيبقى النظر للانديه الاوروبيه او للعب للانديه الكبيره. هل اجاييه واخد القرار ده دلوقتي ولا لسه عليه شويه؟ لان في عدد من التقارير اجاييه عايز يمشي، اجاييه مش عايز يكمل، اجاييه عنده عروض. ايه حقيقه الكلام ده؟ ده حقيقي فعلا. لما بلعب كويس اكيد بيجي لي عروض، انا ما بكدبش بس وما بخبيش، دي حقيقه. لكن دلوقتي في الوقت الحالي انا سعيد في الاهلي، انا سعيد مع مدربين ومع زمايلي، وده بيتي ودول اهلي، وانا مركز تماما مع النادي الاهلي في اللي انا فيه. ما بفكرش ابدا اني ارحل عن النادي في الوقت الحالي، ومش كويس ليا كلاعب اني افكر اني امشي وانا بلعب في النادي دلوقتي. انا مستقر، انا ما بيجي لي عروض بعرضها على الاهلي، والاهلي طبعا بيختار لي حاجه كويسه، ويوم ما هيحسوا مش محتاجيني هيقولوا خلاص انت اديت كل اللي عندك للنادي ممكن تمشي دلوقتي، فيبقى يوصل الاتفاق ساعتها اني امشي، لان ده في الاخر ده بيتي ما اقدرش اسيبه. ما حدش يعرف يمكن في يوم ايام اشتري بيت في مصر واستقر في مصر. لازم حتى تسيب ذكرى كويسه هنا في مصر عشان حتى لو سافرت ممكن ترجع تاني. اكيد وانت بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع الاخبار والتقارير، الفترة اللي فاتت كان الحديث على رحيلك بشكل كبير، انك ماشي وخلاص، وان وكيل اعمالك عامل لك عدد من العروض، وانك خلاص بتمشي. اكيد جماهير النادي الاهلي بتبقى مبسوطة بتسمع الكلام بتاعك ده، لكن برضو نحقق يعني او نقول ايه اللي حصل الفترة اللي فاتت خلى كلام كتير على انك ماشي، رغم ان كلامك دلوقتي مختلف تماما عن كل التقارير اللي سمعناها. انا عارف كويس ان كان في كلام قبل ما يبدا الدوري، كان عندي عروض وجالي رسائل كتيره جدا من جماهير، هتقعد هتمشي هتبقى موجود معانا. انا مستمر اهو دلوقتي، وعندنا تمرين الصبح وبتمرن وبلعب وموجود وبحضر حتى وانا مصاب. انا كانسان طبعا عايز اسافر او اقعد، دي حاجه طبعا الواحد بيفكر في الاحسن، بس في الاخر القرار ربنا هو اللي بيلهمك بيه، ربنا اللي بيختار لك الافضل. لو انا همشي لازم امشي بشكل شرعي، لازم النادي يبقى سعيد ان انا مشيت، او يبقى مقتنع بمشاياني، ما امشيش غصب عن النادي. I can come back and say this is my home. I want to become the coach or the president. لان ما حدش يعرف بكره في ايه. انا بقول النادي اهي ده بيتي، ممكن في يوم ابقى مدرب هنا او اقعد هنا، وده كرة القدم. أنا كلاعب شاب أتمنى أكمل مسيرتي بشكل كويس سواء في الأهلي أو بره. أنا غيرت حياتي عشان أجي ألعب في الأهلي هنا. أنا كنت يعني كنت لما جيت هنا كنت صغير في السن، دلوقتي أنا كبرت وعندي ونضجت، يعني بقيت سن كبير بقدر آخد قرارات بعقل، ما أقدرش أسافر وأسيب النادي من غير موافقة.
احلام مشروعه واكيد هيجي الوقت المناسب اللي هتحقق فيه حلمك الكبير بالاحتراف الاوروبي. لكن والمره دي هاخد اجابه بقى مش دبلوماسيه زي البوزيشن بتاع الملعب او مكانك، لا، لو جه وقت مناسب وكان في يعني موافقه انك تروح تحترف في دوري اوروبي، الدوري اللي هتختاره ايه وايه الفرقه اللي بتحلم تلعب لها؟ بالنسبه لي امنيتي اني العب في انجلترا، وطبعا لان بتابع من وانا صغير بحب الدوري الانجليزي، وامنيه حياتي اني طبعا العب في انجلترا. I may wish to play in England. Maybe I find myself in Germany. طبعا لكن دي كرة القدم. لكن أتمنى ألعب في إنجلترا. ممكن ألاقي نفسي بلعب في ألمانيا أو في أسبانيا على حسب العروض اللي بتجيلي. لو في الدوري الإنجليزي هيبقى طالما إحنا بنحلم أو بنشوف، إيه الفريق اللي أنت شايف نفسك فيه؟ أرسنال. أرسنال. مع النين يعني. وايه اللعيب اللي بيلفت نظرك في الدوري الانجليزي؟ اكتر لعيب بيلفت نظرك في الدوري الانجليزي؟ Right now or before? Before and now. Yes, before. قبل كده؟ Yes, I was a fan of Thierry Henry. كنت واحد من مشجعين ومن محبين لتييري هنري. He's a very good player. لعيب كويس جدا. But right now I think he's still my mentor. He's still the reason why I wish to play for Arsenal and maybe you never can. ممكن هو انا بالنسبه لي حبيت الارسنال من تيري هنري وعشان كده نفسي العب الارسنال في يوم من الايام. So this is my dream. This is my wish. وفي يوم من الايام نفسي ابقى زيه، ابقى زي تيري هنري في الارسنال. تيري هنري كان لاعب كبير في الارسنال ولكنه في مسيرته التدريبيه برضه بادئ بنجاح مع التدريب. بالفعل مدرب مساعد في بلجيكا، منتخب بلجيكا، وعمل نتائج كويسه في كاس العالم. لكن انا بتكلم عليه كلاعب، كان لعيب كويس وشايفه كمدرب واضح انه هيبقى مدرب كويس. وقت ما كان بيلعب كان لاعب في كاس العالم، كان لعيب كويس ومع لوكاكو. دلوقتي في الوقت الحالي الفريق موجود فريق كويس كمان. يمكن بنتكلم عن اللعيبه المصريه والدوري المصري ورحنا للدوري الانجليزي، فاكيد افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي محمد صلاح. اكيد بتتابع محمد صلاح وبتشوفه كلاعب. طبعا بالتاكيد ده افضل لعيب في انجلترا، افضل لعيب في انجلترا في الوقت الحالي، مفيش شك في ده. حتى بيلعب في اي دوري يبقى واحد من افضل اللاعبين. ايه اللي بتشوفه بيخلي محمد صلاح يختلف عن اللاعبين الاخرين في الدوري الانجليزي؟ الفرق واضح جدا، فرق كبير، انه سريع، لعيب تكتيكي، بتقعد تحط عليه خطط كويسه، دايما مركز وبيطبق فكر المدرب. ولازم لعيب الكوره يبقى كده. هو مختلف عن اي حد، مختلف عن لاعبين كتيره جدا في الدوري الانجليزي، هو افضل منهم طبعا. في كلامك اتكلمت معايا عن طموحك وادائك وقلت ان حبك للنادي الاهلي جه من انك شفت ان المنتخب المصري لعبته كلها من النادي الاهلي. شفت المنتخب المصري ازاي في كاس العالم اللي فاتت؟ As a person, I'm proud of them for. طبعا في الاول خالص انا فخور بيهم في الاول ان هم يوصلوا لكاس العالم بعد فتره، وطبعا فخور بكل الدول الافريقيه اتاهلت لكاس العالم. ده نتيجه عمل سنين فاتت ان وصلنا كاس العالم، منتخب مصر وصل كاس العالم. بس طبعا انقصهم التجربه او الخبره في اللعب في كاس العالم. لكن طبعا منتخب مصر من افضل منتخبات افريقيا، لم يكن افضلها على الاطلاق بصرف النظر عن ادائهم في كاس العالم. وانا اعتقد ان هو بعد كده قدام هيبقى له هيحققوا لحظات كويسه وماتشات كويسه في كاس العالم. وعندها لعيبه كويسه، في خلال 4 سنين ممكن يبقوا جاهزين لكاس العالم ويعملوا نتائج افضل من النتيجه اللي حصلت في روسيا. انت عارف ان كل الجماهير المصريه بتشجعك وواقفه وراك، وكان نفسهم تكون موجود في المنتخب النيجيري وتشارك في المونديال الاخير. طبعا انت وجودك في المنتخب الناشئين او المنتخب الاولمبي اديت اللي انت عليه، لكن الوضع بيختلف في الفريق الاول. كان عندنا امنيه انك تكون موجود، واكيد انت كمان كان عندك امنيه انك تكون موجود. ان شاء
طبعا لحظه حزينه بالنسبه لي ما كنتش موجود في كاس العالم مع منتخب بلادي، لكن دي كره القدم ولازم نقبل التحدي. والواحد بيحبط، بس لازم تقف على رجلك تاني وتشتغل تاني وتقول انا ممكن ارجع تاني للمنتخب نيجيريا من خلال الاهلي. الاهلي نادي كبير وركزت معاهم وعملت نتائج كويسه. انا دلوقتي عندي دايما الاعتقاد ان ممكن ارجع من خلال لعبي. ببدا الاول بركز كويس جدا مع النادي، وبعد كده هبقى لعيب مهم في منتخب بلادي. اكيد زي ما انت قلت ان النادي الاهلي هو اللي بيضخ للمنتخب المصري، اكيد هيكون النادي الاهلي ان شاء الله هو الوسيله اللي هترجعك للمنتخب النيجيري في المكان اللي انت عايزه. ده اللي بتمناه ان شاء الله. طبعا بلعب في نادي اسمه كبير، ونادي نادي كبير في افريقيا. انا حتى لما بروح لمنتخب بلادي انا ببقى فخور بلعب في النادي الاهلي باسم النادي اللي بلعب له. النادي الاهلي كل الناس في افريقيا عارفين النادي الاهلي. انا بلعب في نادي مش عادي، نادي من اكبر انديه العالم. واعتقد مع الاهلي ممكن يبقى لي مستقبل كويس مع منتخب بلادي ان شاء الله. هيكون في مستقبل كويس. سمحت للظروف وانا موجود في روسيا، وشاهدت مباراه قويه جدا للمنتخب النيجيري مع المنتخب الارجنتيني، وكنت موجود في الملعب. المنتخب النيجيري منتخب قوي واحرج المنتخب الارجنتيني، لكن ما كانش ليه حظوظ. كرة القدم تعتمد على النتائج، لو ما كسبتش وخسرت يبقى انت خسران. You had a very slim chance to qualify, but I think Argentina. طبعا كان في صعوبه بالنسبه لنا، لعبنا مع كرواتيا وارجنتين وكان نفسنا نتاهل، بس للاسف ما تاهلناش. كان عندنا اخطاء فنيه في الملعب، لكن اتمنى ان في كاس العالم القادم نعالج الاخطاء دي ونعمل نتائج افضل. مين المنتخب اللي انت كنت بتشجعه بقى بعيدا عن الانتماء الوطني ليك في كاس العالم، لكن مين المنتخب اللي كنت شايفه؟ هل كنت بتشجع فرنسا؟ كنت بتشجع بلجيكا؟ كرواتيا؟ شفت المنافسه دي ازاي؟ انا ما بكذبش، انا بعد نيجيريا كنت بشجع مصر، بس مش هقول بقى انا بشجع فرقه اللي كسبت كاس العالم. انا مش بتكلم على الفرقه، بتكلم على الفرقه اللي شجعتها فعلا. انا بشجعت نيجيريا وبعد منها بشجع مصر، بلدي الثانيه، بيتي التاني. عشان كده اتضايقت ان بلديني البلدي ومصر الاثنين خرجوا من كاس العالم من الدور الاول. لكن دي كره القدم ولازم نقف على رجلينا وندي احسن حاجه عندنا عشان بعد كده. منتخب الكرواتي ادى بشكل كويس وعمل نتائج كويسه جدا، لكن المنتخب الفرنسي كان ليه اداء مميز جدا وبشكل خططي واضح. من وجهه نظرك استحق المنتخب الفرنسي ان يحصل على لقب البطوله؟ انا اعتقد في كاس العالم كرواتيا كانت تستحق تكسب كاس العالم، لان لعبت كويس جدا واجتهدت ووصلت النهائي. لكن ده انت بتعمل اللي عليك كانسان، لكن في الاخر في اراده ربنا. كرواتيا انا شايف انها تستحق تكسب من اول ماتش، حتى كان عندهم مشاكل واشتغلوا كويس على نفسهم. اللعيبه بتاعتهم مش مشهورين قوي، لكن بيشتغلوا مع بعض كويس وفنيين ومعليين في الملعب. لعبت في المنتخب، لعبت في الدوري التونسي ولعبت في الدوري المصري، ايه الفارق بين الدوريين؟ الفرق مش كبير. لكن في الدوري المصري في لعيبه كويسه، اي نعم في تونس في لعيبه كويسه، بس اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري اداء اللعب اسرع واقوى وبيعتمد على القوه البدنيه. في تونس لعيبه كويسين، ما مش هقدر اقول لعيبه وحشه، لكن ما بيلعبوش بنفس الاداء البدني والقوه اللي بنشوفها في مباريات الدوري. مين اكتر فريق في الدوري المصري بعيدا عن الاهلي بتشوف ان فرقه كويسه ادائها كويس بتستمتع باللعب معاها وبتعمل لها الف حساب بعيدا عن الزمالك؟ I will keep saying it. اعتقد
very good question. ده سؤال كويس قوي. عندها لعيبه كويسه ووفاء كويسه في الدوري. بقى صعب تلعب فرق كبيره زي الزمالك زي الاسماعيلي. وبخبرتي في الماضي لعبتها في ماتشات لعبتها في الدوري. لو قلت لك في فرقه قلت لك اسمها هتضحك. انا ماتش صعب جدا نلعب قدام الداخليه. ماتشات صعبه بالنسبه لنا. انا عارف هي فرقه مش كبيره في الدوري ما هيش زي الاسماعيلي او الزمالك. وطبعا الاسماعيلي والزمالك ليهم احترامهم. لكن نلعب مع الداخليه فعلا المدافعين بتوعهم شباب واقوياء. انا كلاعب كلامك صح. بجد صعوبه معاهم نلعب قدام الداخليه. In the game of Ismaili or Zamalek. قدام الإسماعيلي أو الزمالك في لعيبة كبيرة قدامك. ولعيبة كويسة. Go with you one on one. بيلعبوا معاك قدامك وبتحتك بيهم. ده طبيعي. تقدم واخترق وعايز يسدد وادي تسديدة حلوة. وادي أشهي ممكن جول. جول 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 جول. الجي إيه. الجي إيه الله عليه. في الدقيقة 77 بيحط الهدف الثاني. راقص الباليه جونيور أجاييه الله عليه بيضيف الهدف الثاني ويتقدم للنادي الاهلي من جديد. مين اصعب حارس في فرقه وانت رايق وانت بتلعب قدام فرقه بتشوف حارس مرمى بتبقى انت شايف ان هو صعب انك تحرز فيه هدف؟ هل بتركز في كل حارس مرمى وبتشوف تحركاته وتقدر تلعب عليه ازاي؟ الحارس المرمى بشوفه صعب دخل جول فيه. في اثنين محمد عواد اللي كان بيلعب في الاسماعيلي واحمد الشناوي حراس كويسين. لكن بتلعب قدام الاثنين الحراس دول لازم تكون مركز كويس وتكون حريص كويس ولازم تدخل فيه جول دخله بصعوبه لان اي كوره سهله هيعرف يتصدى ليها. دول الاثنين الحراس اللي بعمل لهم حساب. مين في المدافعين في الدوري اللي بتحس انه بيلعب عليك جامد قوي بيكون طف قوي بيلعب عليك جامد وانت بتتكلم معاه بتقول له يعني خليك معايا بالراحه شويه عشان انت بتضغط عليا جامد؟ مين في المدافعين في مصر؟ لما بلعب دايما مع اي مدافع بيبقوا ناشفين معايا. دايما المدافعين بيبقوا جامدين معايا أداءهم قوي. Now he's with us. Ale is so tough. You know, I will not lie. Ale is tough. And you know, في علاء بقى صعب. Zamalek winch, you know. علاء مدافع الزمالك. You know, when it's tough for me, we keep talking. And so we have so many tough defenders also in the league. So بتتكلم معاهم بتقول لهم بالراحه ولا بت when he make fouls from maybe I have a long distance from the post I would tell him easy I cannot لما يكون فاول ودي يخش عليا جامد يعمل معايا فاول او خطا من بعيد اقول له يا عم اهدى عليا شويه انا مش هجيب جول من هنا العب بهدوء شويه نضحك مع بعض في الملعب ودي كره قدم. ومين بقى اللعيب اللي بيعجبك في الدوري مش موجود في الاهلي ونفسه يبقى موجود معاك في النادي الاهلي؟ ده سؤال صعب. في لعيب كان بيلعب في الاسماعيلي كويس وبيلعب في الزمالك. ابراهيم حسن؟ ده مش معناه ان الزمالك ما يستحقوش. الزمالك لعيب فرقه كويسه يستحق يلعب في الزمالك بس كنت نفسي يلعب معانا في الاهلي. في برضه في الزمالك لعيبه كويسه زي ايمن حفني بس انا شايف ابراهيم حسن لعيب رائع. ابراهيم حسن اللعيب اللي كنت بتمنى انه يلعب معانا وبحب اتفرج عليه. هو لعيب كويس وبيتحرك كويس بالكوره ودي كره القدم. لو حبيت لعيب في فريق تاني وباجي بلعب قدامه عادي بلعب قوي برضه طبعا. اكيد بقى في كل اللعيبه اللي انت اتكلمت عليهم جوه النادي الاهلي في لعيبه قريبه منك قوي يعني اقرب لعيبه جنبك في النادي الاهلي بتتكلم معاك على طول هم بعيدا عن الزمالك اللي هم اصحابك اللي جوه النادي الاهلي؟ اقرب لاعبين بالنسبه لي يو نو اي واز ويت علي معلول ان علي معلول كان معاك كده كده في الصفاقسي فده من البدايه. But right now I think I'm more closer to Saad Samir. He's a very good guy. Saad Samir, كويس جدا شخص كويس جدا. All players are good, even Soleil.
ولعيب جيد كمان وعمرو السوليه شريف اكرامي he's a big goalkeeper no doubt حارس كبير جدا يعني كلهم بيحبوا يضحكوا ويهزروا هو وليد سليمان سعد سمير سعد سمير مجنون بيهرج تهريج ظريف جدا بيضحكنا كلنا سعد احنا هنتكلم عليه في الاخر عشان في كلام كتير جدا ولكن في اللعيبه بقى الاجانب اللي موجودين في الدوري المصري واللعيبه الافارقه هل في حد بيلفت نظرك في حد ليه علاقه بيك في 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 حد بتتكلم معاه اللعيبه المقربين بالنسبه لي من الاجانب انا علاقتي كويسه جدا مع معروف يوسف صديق ليا كان معايا امبارح كان موجود معايا في البيت طمن عليا في اصابتي علاقتي كويسه جدا مع معروف يوسف علاقة كويسة ونتمنى لكل العلاقات دايما مع اللعيبة ومعاك علاقات كويسة جدا وده بتبقى حاجة كويسة Okay, like all the players that I wish to make friends with I wish to make friends with everyone and even in the pitch I try to communicate with some players to في الملعب أنا بحاول برضو أتعامل مع لاعبين وفي روح صداقة بيني وبين اللعيبة في الملعب I will never get angry with you. أنا عادة ما بتعصبش على حد بحترم معظم اللعيبة في الملعب if possible to be friends with all the players لو أقدر أبقى صديق لكل اللاعبين الموجودين كنت هبقى صديق ليهم أنا بحب الأصدقاء وبحب أعمل صداقات أكيد كل اللعيبة اللي بتتفرج عليك دلوقتي اللي بتلعب في كل الأندية المختلفة هتكون انطباع مميز جدا عن أجاي والله حاجة زي كده تساعدني I could not remember his name. He's right back for Smoha. He's short. في back right في سموحة مش فاكر اسمه قصير. Before the game we were just بعد المباراة. Speaking Arabic with me like I understand everything. جي عادي يتكلم معايا بالعربي بس أنا فاهم هو بيقول إيه. He likes me so much and I. كان بيقول لي أنا بحبه جدا. I have respect for him. وبحترمه جدا. So many players like that even. وأنا برضو بحبه وبحترمه. There was a day I was. Talking to Maruf Yusuf, I try to make friends with everyone, you know. I try to call and appreciate everyone. أنا بتكلم على معروف يوسف إنه صاحبي وصديقي بس أنا ممنعش إني بحاول أتواصل مع كل اللاعبين التانيين وتجمعني صداقة بيهم. أكيد عايز أتكلم معاك في الكرة أكتر لكن حاسس أنا سألت في كل حاجة في الكرة. لو حابب تقول كرة تاني لأن بعد الفاصل هتكلم معاك في بعض الحاجات الشخصية شوية. There is nothing to add about. ما عنديش حاجة أضيفها. My kind of player as a person is I am a free person. I am someone that anybody. أنا شخص متحرر وبحب أتكلم مع أي حد وبحترم الكل. From my mom teach me to respect even the young. بحترم الصغير وبحترم الكبير. Old ones I respect and for me I don't. بالنسبة لي. In a game I'm always angry. Sometimes the fans send message to me and tell me. Junior, you're always angry. Why are you angry? في ناس بعد كده تقول لي أنت ليه عصبي يا جونيور في الملعب؟ If we lose a game, أنا يمكن بكون متعصب في الملعب لما بخسر مباراة. I don't play very good. أو مكنتش بلعب كويس. أو مستوايا أقل من المتوقع. ببقى على طول طبعا متعصب على نفسي. بخلاف كده أنا شخص يعني كويس ومسالم ما بحبش أعمل مشاكل. مش محتاج تقول على نفسك إنك شخص كويس ومزاج ده واضح جدا جدا. أنا شايف نفسي. ان انا محظوظ قبل ما اقعد اتكلم معاك اكيد مكون عندك انطباع بحبك بشكل كويس بتكلم معاك بحب جدا لكن ثق تماما ان اللقاء ده معاك خلاك عندي في مكان تاني خالص واكيد عند كل الجماهير في مكان تاني خالص لان انت شخصيه بسيطه شخصيه بتتكلم بطبيعتك وده بيوصل للناس بشكل كبير انسان مسالم جدا بعيدا عن انك لعيب مميز جدا ولعيب محترف وده معروف لكن الشكل الانساني اكيد مميز عندك وده واصل للناس كلها مستعد بقى معايا عشان نتكلم شويه عن الشكل الانساني ونتكلم عن اسرتك ونتكلم عن ابنك ونتكلم عن بعض الحاجات كده اللي الناس ما تعرفش عنها حاجه الناس متابعاك في الملعب بس عايزه تعرف حاجات تانية اكيد هتكون مميزه خليك تاخد نفسك ونطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل زي ما اتكلمنا في الكوره في حوارات مهمه جدا هتسمعوا حاجات لاول مره بعد الفاصل من جديد بعد فاصل سريع لكن اكيد اي شخصيه لما بتقعد معاها وبتحضر لها وبتشوفها من كل ناحيه مهما حضرت ومهما شفت غيرت حاجات كتير جدا اول ما اتكلمت مع اجاي وشفت اسلوبه وشفت طريقته بجد اكيد الكلام اللي قاله
وصل لكم بشكل مميز جدا، لانك مهما تحضر شفت له مبارياته مع منتخب بلاده، كل التقارير اللي اتكتبت عنده، وانا كمان شايفه في النادي الاهلي بشكل كويس جدا، لكن اكيد اختلف معايا الوضع تماما مع الحوار ده. عشان كده الجزء اللي هنتكلم فيه دلوقتي جزء مهم جدا، جزء ممكن ما تشوفوش في التقارير، ممكن ما تشوفوش في الصحف، ممكن ما تشوفوش في اي حته، لكن الحياه الشخصيه، الاسره وعاداته والاكل اللي بيحبه والغنى اللي بيغنيه، مستعدين نشوف كلام مختلف؟ اكيد مستعدين مع اجاي. اجاي برحب بيك من جديد بعد الفاصل، مستمتع جدا ان انا معاك في حوار مميز. بعد ما اتكلمنا عن الكوره واستمتعنا بالكوره واتكلمنا في كل حاجه، اكيد عايز اتكلم على اجاي. اجاي الانسان واسرته، زوجته وابنه، حياتك الشخصيه بتشوفها ازاي؟ أنا من نيجيريا طبعا، من أسرة خمس أولاد وأربع بنات، الأسرة كلها بتحب كرة القدم. From a family that loves football, you know, my late dad, though he's late, he used to be a footballer also. ترتيبك في الأسرة كام؟ Me, I'm the second to the last. القبل الأخير. قبل الأخير يعني. طيب أنت في إخواتك بيلعبوا كورة ولا أنت بس اللي بتلعب كورة؟ Yes, sure. I have brothers that play football. عندي إخوات، عندي أخين بيلعبوا كورة. في نيجيريا ولا برا؟ Yes, yes. Play in Nigeria. بيلعبوا في نيجيريا. واحد في سلوفينيا. Yes, yes. So I have brothers that play. ورجع نيجيريا. My dad used to have a team, a football academy. والدي كان عنده زي فريق، عنده زي أكاديمية صغيرة لكرة القدم. كوتش. Yes, like a team manager. زي كان مدير فريق. مدير كرة فريق. I used to play for him too. So. ولعبت حتى الفريق اللي كان والدي ماسكه. Family that loves football. فعائلتنا بنحب كرة القدم جدا. في افريقيا دايما العائلات والاسر بتبقى يعني محدوده شويه اقتصاديا وبتاع، ليها امر معين كده. اكيد برضو في نيجيريا ما اختلفش عن النظام ده، اكيد وانت طفل عانيت ببعض المعاناه وحبيت تعمل حاجه، وده كانت بيمثل لك انك تبقى رجل عصامي او سيلف ميد مان. طبعا وانا صغير زي 90% من لاعبين كرة القدم في نيجيريا، ما كانش عندنا موارد مالية كويسة وما كانش معانا فلوس، وكان مستوانا المادي منخفض. مش هقول عيلتي غنية ولا فقيرة، يعني كنا يعني على قد حالنا معقولين، بس من واحنا صغيرين كان في عناية واهتمام بينا كلاعيبة كرة قدم من الأب من الأم. بابا كان بيديني فلوس اروح العب، اروح الملعب عشان العب كوره. الفلوس اللي كان بابا بيديها لك كانت قد ايه تقريبا؟ ما كانش فلوس كتيره، كانت فلوس قليله، يا دوب فلوس اجيب حاجه اكلها، شوكولاتايه او اشرب ميه، يعني كانت فلوس قليله كان بيديهاني، اللي كان بيقدر يديهاني. كنت فاكر لما كنت صغير كنت عورت، وامي قعدت تعيط وقالت طفلي اتعور، وبابا قال لها سيبيه ده كرة القدم، لازم يبقى يكبر ولازم يبقى لعيب كرة كبير عشان يبقى معاه فلوس. فوالدي كان عنده خلفية رياضية كويسة وكان بيساعدني ابقى لعيب كرة كويس. أكتر حاجة قلت لما ربنا هيكرمني وهبقى لعيب كبير وهبقى معايا قدر من المال هعمله مع أسرتي، كان في حاجة معينة حبيت تعملها لأسرتك بعد ما حسيت إنك ربنا كرمك شوية ببعض الأموال؟ ايوه، في الحاله اللي انا فيها دلوقتي طبعا زمان كانت حياتي صعبه شويه، دلوقتي بعد وفاه والدي الحياه بقت الظروف صعبه علينا. في الوضع اللي كويس اللي انا فيه دلوقتي بحاول اخد عيلتي واطلعهم اللي هم فيه عشان هم تعبوا كتير في حياتهم، بحاول اعوضهم واعمل كل حاجه كويسه بالنسبه لهم، ارعاهم كويس.
بحاول اجيب والدتي واخواتي مصر وخليتهم يبقوا سعداء وينبسطوا سافروا وانبسطوا في مصر. بحاول كل حاجه احقق اي حاجه اقدر اعملها عشانهم عشان يبقوا سعداء واعوضهم على الايام الصعبه اللي شافوها. اكيد لما تجيب اسرتك وتجيبهم مصر اكيد كانوا فرحانين، لكن هم لما جم مصر جم فسحتهم فين؟ شافوا ايه؟ عملت معاهم ايه؟ خاصة إن 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 أسرتك جبت العدد كله من أسرتك ولا جبت حد منهم معين؟ أنا آخر زيارة جبت أخويا وأختي مع والدتي طبعا كنا التلاتة، وديتهم الأهرامات وانبسطوا جدا، وديتهم المولات كلوا سي فود، كلوا فواكه بحر وكانوا مبسوطين. سي فود موجود في كل حتة، فين بقى الفول؟ كشري، طعمية، يعني الشغل بتاعنا ده. بالنسبة لي أنا بحب الأكل المصري، يمكن قدام شوية هحتاجه بس شوية عشان أكلهم فول وطعمية وكشري والأكلات المصرية. خلاص اتدربت وبدأت تاكل فول وكشري وطعمية، طالما سعد سمير معاك ما بقلقش. بالتأكيد لما يكون معايا واحد زي سعد سمير مش هاكل أكل نيجيري تاني بعد كده. هتكلم معاك في الاكل، لكن اسرتك اللي هم اربع اولاد، انت واحد فيهم وبنت، والمجموعه اللي جت معاك او الجزء اللي جه معاك انبسط في مصر، لكن لسه شويه هياخدوا على اجواء الاكل. طب الاماكن بقى اللي هم زاروها وحبوها قوي، بعيدا عن انت قلت الاهرامات وقلت اماكن، هل في مكان معين عايزين يروحوه تاني؟ For me too, I've always been in Cairo. I don't except to go for matches, and you know sometimes I always stay at home. I don't go out. ساعات for them when they are around. لما بيجوا أنا بحب دايما أقعد في البيت، بفضل أقعد في البيت أكتر. لكن بأخد أفرجهم على الأماكن. They like Egypt to the extent that they like to even go down just to walk around. بيحبوا مصر بشكل عام، بيحبوا حتى ينزل يتمشوا في الشوارع، ما بيروحش حتة محددة بس يتمشوا في الشارع ويتفرجوا على الشوارع يشوفوا الناس. وبقوا سعداء جدا باللي بيشوفوه. ساعات بننزل من البيت نقعد نتمشى في الشارع، نتمشى نتفرج على الناس، نتفرج على الشوارع. حتى دلوقتي بيقولوا لي احنا عايزين نرجع تاني، عايزين نرجع تاني. عشان احنا بنحب مصر. طب ماشي هجيبكم. هجيبكم لو بتحبوا مصر تقعدوا وقت ظريف معانا تاني. بينبسطوا بقى وانت ماشي معاهم في الشارع، الناس عارفاك وبتتصور معاك. ده بيخليك مبسوط وهم مبسوطين اكتر. طبعا بيبقوا فخورين جدا بيا. انا فاكر مره كنت ماشي معاهم والناس جم لغايه عندي، انا حبيت ابص لوش امي اشوف رد فعلها ايه. انا قلت نستنى ما تجيش، حبيت اشوف رد فعل ماما. قالت لي سيبهم براحتهم يجي ياخدوا صور معاك، ايه المشكله؟ انا مش متضايقه، هم مش بياخدوك مني، ده جزء من عملك، سيبهم يجوا يتصوروا معاك. وكنت مبسوط جدا لان حسيت امي متفهمه ده وفخوره بيا. وفي نيجيريا برضو عندي اصدقاء كتير وفخورين بيا، واصحاب هنا في مصر جدا برضو من النيجيريين بيحبوني. طبعا دي سعاده بالنسبه لي احس بالمشاعر دي. طبعا اكيد سعاده ليك واكيد سعاده للجماهير كلها. اسرتك الصغيره بقى، الزوجه والابن وجودة وانا عارف ان انت مرتبط بزوجتك وبابنك بشكل كبير جدا. ايوه انا عندي علاقه كويسه جدا بيهم، متعلق بيهم جدا، وفهمتهم في الاول نوعيه عملي ايه ونوعيه شغلي عشان يتفهموها. هم دلوقتي بيحبوا النادي وفاهمين طبيعه عملي ومش متضايقين وبيحبوا النادي الاهلي. They will put on their jersey because I made a jersey for them, and they put on. لما يكون في ماتش الأهلي بيتفرجوا عليه في نيجيريا وبيلبسوا فانيلات الأهلي، أنا عامل لهم فانيلات نادي الأهلي ليهم. وساعات زوجتي بتبعت لي رسالة بتقول لي أنت عندك ماتش يوم ده، فبيقول أنت عرفت إزاي؟ قالت لي أنا متابعة وعارفة، تبقى بعرف منها مواعيد الماتشات. فعلى طول على اتصال دائم مع بعض، وبتتكلمني عن النادي وابني. ابني عنده سنتين، بحب دايما يكون معايا، وانا سعيد جدا بتفهمهم بطبيعه حياتي وحبهم للنادي الاهلي. ابنك اسمه ايه؟ وهل بتتمنى انه يبقى لعيب كوره برضه؟ لا، اسمه خالد، اسمه مسلم.
لأن أمي مسلمة وأدته الاسم ده، هي اللي سميته اسم خالد. هو مسلم وبيؤمن بربنا جدا. أمي مسلمة عشان كده أدت اسم خالد لابني. أكيد في وسط الكلام ده وفي وسط الكلام عن الأسرة وفي وسط الكلام عن زوجتك تحديدا، في مصر لما يبقى الشاب عايز يتجوز بيتجوز بطريقتين، بيكون في قصة حب كبيرة جدا مع زوجته وبيتجوزها، بعد ما بيقعد بقى قصة حب بقى وبيقدم طلبات معينة عشان يتجوز، أو أسرته بيقعدوا ويختاروا له عروسة. أجاي يتجوز إزاي؟ هل في لاف ستوري أو قصة حب كبيرة ولا بشكل عائلي؟ لا دي كانت قصة حب كبيرة، ما كانتش جواز تقليدي خالص. نعرف بعض من أيام مدرسة، نعرف من 6 سنين كنا بنلعب كرة في الأكاديمية، وكان بتشوفني وأنا بلعب في الأكاديمية وكنت بقعد معاها ونقعد في الشارع مع بعض، كنا مجموعة أصدقاء بنقعد مع بعض واحدة واحدة من واحنا صغيرين، كانت صداقة وتطورت بقت حب. فاكر أول مرة قلت لها بحبك؟ أنا فاكر كويس. كان جابت لي مرة بوت. ما كانش كويس، كان عندي بوت وحش، فهي جابت لي حذاء يعني، ما كانش غالي قوي وقتها، كان محل الصنع يعني. فقلت له طب انت عرفت ازاي وانا كنت محتاج جزمه وجبت لي جزمه؟ لان في الاول كان الناس تقعد تقول لي انت ده مش مسؤول، روح مدرستك كره اللي بتلعبها. هي كانت مؤمنه بيا وكانت حابه مسيره اللعيب بتاعتي اللي انا بداتها من وانا صغير، وكانت واقفه جنبي وجابت لي حذاء. فوقتها انا قلت انا بحبك. انت اللي صرحتها بحبك الاول ولا هي صرحت؟ انا صرحتها الاول بحبي. لقيتها متجاوبه لانك كنت حاسس بده. بعد كده حسيت انها بتحبني اكتر. بعد كده ما اعرفش العادات في نيجيريا ازاي بقى، لما بتروح تتقدم لاسرتها بتتجوز بتعرض، عندنا حاجه بقى اسمها مهر وقايمه والكلام ده، هناك بقى بتعمل ايه؟ Yes, I try to understand the tradition of other countries, even in Tunisia and Egypt. انا عارف التقاليد الجواز في مصر وفي تونس. زمايلي في الملعب في تونس وفي مصر بيحكوا لي ان الموضوع غالي جدا الواحد يتجوز في مصر، لكن في نيجيريا الموضوع اسهل من كده بكتير، الموضوع بسيط. تعمل حفلة صغيرة وبتدي فلوس للعيلة، لعيلة العروسة، بتعملوا حفلات صغيرة، حفلة جواز مش زي اللي ما بتعمله في مصر حفلات كبيرة ومكلفة، بنعمل يا دوب حفل زفاف صغير كده مش كبير. الموضوع عندنا مختلف شوية، أبسط من مصر. لكن أنت سعيد اللي حققت حلمك، وبرضه زي ما لعبت للنادي الأهلي حققت حلمك وارتبطت وتجوزت بالإنسان اللي أنت عايزه. طبعا دي حاجه مهمه جدا وحاجه تسعدني. انا مش هكذب، مش هخبي، انا زي النادي الاهلي اتغير لما جيت هنا في حياتي. النادي الاهلي غير لي حياتي. انا سعيد اني بلعب هنا في مصر في النادي الاهلي. انا عايش براحتي واقدر اشتري اللي انا عايزه وبعمل اللي انا عايزه. حياتي كلها اتغيرت على كافه الاصعده. انا مش بلعب بس عشان الكوره. طبعا اي لعيب بيلعب كوره، طبعا الكوره حاجه مهمه، في الكوره الفلوس حاجه مهمه، لكن النادي غير حياتي حتى بشكل عام، مش مجرد فلوس كتير اللي بيديها لي، كمان اسلوب حياتي اتغير لما جيت لعبت في الاهلي.
رغم الهدوء اللي انتم شايفينه والروح الحلوه اللي فيه، لكن هو شائي شوي، عنده بعض الشقاوه كده. ويمكن خليني اقول لك ان في لعيبه اشتكت لي منك وقالت لي انت بتهزر معاهم كتير. افتكر منهم اكرم توفيق، انت وسعد سمير مش سايبين اكرم في حاله. ايه انت وسعد واكرم؟ I know everything what you did for Akram. تعلقتني حاجات زي ايه؟ لا تعرف لا عني؟ لا لا لا، حاجات يعني بعض المقالب الصغيره كده بتساعد سعد فيها. Yes, you know, in the dressing room we used to في اوضه اللبس دايما بنقضي وقت كتير مع بعض وبنقضي وقت ظريف مع بعض. Akram, we have a good relationship also. انا علاقتي كويسه باكرم، اكرم توفيق. Sometimes send me message and I'll reply in Arabic because ساعات بعت لي رساله مثلا على الموبايل انا برد عليه بالعربي. I don't know what to say with Saad, you know, it's so. لكن سعد مش عارف اقول عليه ايه بالظبط. I'm so surprised that انا متفاجئ بصراحه. He's the type that joke, but in the pitch, in the field, he's no, he don't joke. يعني ان هو بيضحك وبيهزر ودمه خفيف جدا بره الملعب، لكن جوه الملعب جد جدا. طب اقول له طب يعني انت في جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه ثانيه. ساعات بعد ما اخلص تمرين وانا باخد الدوش بتاعي ممكن الاقيه خباها مني، يكون في الملعب جد، يطلع في اوضه اللبس الاقيه الفانيله بتاعتي مش موجوده وعايز البس، اكتشف ان سعد خباها مني. اقول ده الشخص اللي كان جد في الملعب بيهزر دلوقتي. دلوقتي لغايه دلوقتي سعد لما بيتكلم معايا في الحياه الطبيعيه ما باخدهاش جد، لازم افكر كويس جدا. ننزل الملعب يقول لي احنا لازم بس بخلاف اللي ينزل الملعب يقول لي احنا لازم النهارده لازم نحارب ولازم نقاتل عشان نكسب. بخلاف الجمله اللي بيقولها لي دي في الملعب، اي حاجه بيقولها لي بره الملعب ما اقدرش اخدها ماخذ الجد. دايما بيهزر وبيحب يضحك وبقول لك دايما سيب نفسك يا مان براويزه. سمعك اغنيه كده اسمها براويزه وبتغني براويزه، تسمع الاغاني الشعبيه شويه المصريه؟ أكرم بيسمعني الأغاني دي وبيسمعني الموسيقى دي وبحب أسمعها في وداني طول الوقت. مهرجانات، أغاني المهرجانات، براويزة، أغنية براويزة. سيب نفسك خالص. حافظ تقدر تقول الأغنية؟ No, I just I know the lyrics like Braviza, yeah, Braviza, Braviza, yeah. So it's a good song too, and I listen to couple. أغنية حلوة بحب أسمعها. في أغاني تانية. إيه الأغاني التانية اللي بتحب تسمعها أو أغنية تكون بتسمعها وتعرف تقول منها حتة صغيرة؟ There is this song, Elisa, yes, but maybe. I like to listen to the lyrics, then I sing with her. Maybe I don't know what she's saying, but it's. ممكن بعرف لحنها وبعرف كلماتها بس ما اعرفش اسم الأغنية هي. إليسا، أنت بتحب تسمع إليسا كتير. Yes, yes. And this one I try to remember. And on my day, la something like that. Yes, so it's a very nice, nice feeling to not only the pitch, outside the pitch. Everyone likes to make me understand about the Egyptian. بره خارج الملعب معظم الناس بيحبوا يخلوني اخش جوه الثقافه المصريه والاغاني المصريه الشعبيه وبحب اسمعها معاهم. في نيجيريا بتسمع اغاني معينه؟ اه عندنا طبعا موسيقى كويسه في نيجيريا. اسمع حاجه بقى بالنيجيري. Music in Nigeria? I don't know how to sing that much Nigerian music. ما بعرفش اغاني نيجيريا كتير بس حته صغيره just a small song. I think but I don't have a good voice. انا صوتي وحش. I don't have a good voice. I cannot remember. مش فاكر حقيقي. لو انت رايح بقى عايز يعني عندك خروجه مع اسرتك في مصر تروح بيهم فين؟ المكان اللي بتحبه وانت بقى مع اسرتك رايح فين؟ لما يكون ابني معايا بحب يروح اماكن العاب اطفال، يروح في اي اماكن فيها العاب الاطفال يلعب، وباخد اسرتي دايما
المطعم بناكل, نروح اماكن كده, اماكن اجتماعيه بنحب نخرج فيها مع بعض. لان لما بيجوا طبعا بيحبوا يخرجوا بره, لكن طول ما انا قاعد لوحدي ما فيش حد معايا بحب افضل اقعد في البيت لوحدي, لكن بفضل لما يكونوا هم معايا اخرجهم لانه بيحبوا يخرجوا. اكتر اكله بتحبها في مصر؟ بس فود, بس ايجيبشن فود. الاكله المصريه اللي بحبها كشري. اول واحد عزمك واكلك كشري, علمك تاكل كشري مين؟ كنا في معسكر. Yes, definitely it's hard, you know. We were taking food and I want to take rice and he said no. كنا في معسكر, كان محطوط من ضمن الاكلات الكشري. قال لك جرب ال سعد قال لي لا ما تاكلش رز, جرب الاكله دي. بقول له مش عارف تاكله ايه يا سعد. قال له حاول بس جربه. وكلت كشري ورحت راجع تاني ميت الطبق تاني. رجعت تاني. عجبني قال لي انت هترجع تاني؟ وفي المعسكر لما بلاقي كشري بروح له على طول. ادمنت الكشري. بتحب الكشري خلاص ادمنته. طيب لو قلت لك تقول كلمه باللغه العربيه لجماهير الاهلي هتقول لهم ايه؟ ان عربي. العربي. انا اوكي. اي ويل تراي تو اوكي. ايفن اف اتس نوت رايت اي ويل تراي. يس. ماشي اكيد انا لاوي طبعا. ان شاء الله ماتش كل يوم ماتش ان شاء الله. نيكست ستيب ان شاء الله افريقيا بطوله ان شاء الله دوري ان شاء الله ربنا يكرم كل يوم. افري كوب وي ويل وين ان شاء الله. اي تراي. سعيد ان انا كنت موجود معاك, بشكرك على الحوار ده. اكيد جماهير النادي الاهلي كلها مبسوطه بيك, انا بشكل شخصي مبسوط جدا وحاسس ان ده حوار انت بتتكلم فيه من قلبك. بشكرك كمان اللي انت كنت متسع الصدر وقعدت معانا براحتنا واتكلمنا براحتنا, ما حسيتش اللي انت عايز تقوم غير لما احنا انهينا الحوار. انا سعيد جدا لوجودي معاك, احب دايما ابقى على اتصال بالجماهير بتاعتي, جماهير النادي الاهلي. الجماهير هي كل حاجه, الجماهير هي النادي وهي اللاعبين, ومفيش اي حاجه ممكن يبقى ليها قيمه من غير الجماهير. انا وزمايلي اللاعبين بنلعب عشانهم, وطبعا بنعدي وقت صعب وبنحاول نعديه ونحقق نتائج كويسه ونحرز اهداف عشان خاطر سعاده الجماهير دي. الكلام عندي خلص والحوار انتهى, لكن لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك واكدد على الشكر ليك. ما عنديش حاجه اضيفها. انا عارف ان مش هتكون اخر مره اتكلم فيها مع الجماهير, اكيد هيحصل فرص تانية وهتيجي مناسبات تانية اتكلم فيها مع جماهير الاهلي, وان شاء الله بوعد الجماهير ان دايما اكون موجود معاهم, وان شاء الله ارجع بسرعه من الاصابه وادي كل اللي اقدر اديه والعب في افضل مستوى عشان احقق افضل نتائج للنادي الاهلي. شكرا اجي. طبعا حوار مهم جدا على شاشه قناه النادي الاهلي. بنبعتكم الفتره الجايه هتكون عندنا حوارات اكتر مع لعيبه كتير جدا وهتستمتعوا جدا على شاشه الاهلي في صبح الجديد. طبعا الحوار ده لما جالي التليفون من الاستاذ خالد توحيد كنت فرحان جدا, لكن فعلا لما عملت الحوار ده حسيت ان احنا بنعمل حاجه جديده ان شاء الله, والفتره الجايه تكون في حوارات مهمه جدا. بشكر كل جروب العمل اللي كانوا موجودين معانا النهارده, تعبوا وعملوا حاجه كويسه جدا, واكيد بشكر واحد من اساتذه الاعلام الاستاذ عمرو محب ومسؤول دبلومه الفيفا في مصر وكمان المنسق والاداري للترجمه في فرقه النادي الاهلي. النهارده كان موجود معانا وساعدنا بشكل كبير جدا. كل الشكر لجماهير النادي الاهلي, ويا رب تكون رساله اجايه وصلتكم. ان شاء الله هنكون جامدين ان شاء الله. دوري للاهلي. اشوفكم على الف خير.